كاتسو صحة وهنا. بدك أكل يا خانو؟ أهلين ريمان خانو، أهلا وسهلا، تفضلي. لا مزوقة والله، بس مو علي. شو أنا مجنونة لمرة اللي صار؟ ليش معصبة إيدي؟ روقي وقعدي لنحكي كلمتين. شو عم بيصير معك ديما؟ مو على أساس اليوم كنا بدنا نصالح عمر وجده؟ مو على أساس رح تجيبي عمر لعنا؟ وليه؟ أنت شلون بتتجرأي تتحديني؟ هاد اللي ما عم بفهمه أنا. من وين عم تجيك هالثقة بالنفس؟ بس بدي أفهم. مستحيل طبعاً. لا معقول اتحداكي أو حط راسي براسك؟ ما أقول يا حبيبتي، اسمعيني منيح ديما، وقت بكون عاملة خطة بس أنا بحق لي ألغيها، هالشي مو من صلاحياتك بنوب. لا أنت ولا غيرك بتقدروا تلعبوا علي. لما نتفق على موضوع وما بتنفذي أنا بعصب. بتعرفي لما عصب فيك تقولي بطق مخي. إيه وقتها شو بساوي أنا؟ بتصير هواية عندي اشتغل باللي عصبني. أول شغلة بعملها بشوف عمر وبحكي له كل شي. لا بلا، مو قصدي اتحداكي أبدا، يعني بجوز كون خفت شوي. بصراحة خفت عمر يدوج علينا لأنه جسيت نبض واضح أنه ما بده يصالح جده نهائيا. يي شو بدك بهالحكي أنت؟ بكرة بس يتصالح مع جده بيقلك من الأول كنت حابب صالحه وما كنت عارفان كيف. الناس بيحكوا كتير وقليل، مو كل واحد حكى كلمة بتصدقيها من كل عقلك ديما. غير هيك أنت وعمر رح تتجوزوا، ولا تنسي لازم تعرفي هالشغلات. الرجال بعمره ما عرفوا شو اللي بدهن إياه، ولهيك هي شغلتنا نحنا نقلن شو يساووا. إيه صح مزبوط حكيك، صح طبعا، بس هذا الحكي ما بينطبق على عمر. كلهم بالهوى سوا يا روحي، كل الرجال اولاد بس كبار، وبدون وجودنا بيضيع كل شيء. كيف الرجال بيفكروا، كيف مخهم، مثل الخط المستقيم اللي بيمشي باتجاه واحد، بس نحنا منشبك كل الخطوط مثل الشبكه المعقده ومنشوف الاتجاهات. ايه نقدر نغير اتجاه الخط. ورح تغيريه؟ يي.